ليه لعيب واحد يا جماعه مع احترامي الشديد اللي شاف المباراه الاخيره بين الاهلي والزمالك هيقولك ان في لعيبه كويسه جدا من الزمالك المفروض تروح المنتخب. مع احترامي الشديد انت خدت بعض اللعيبه اللي ما بتلعبش من الاهلي منهم اكرم توفيق اللي مش موجود، مع ذلك انت اخترته، بتختار لعيبه ليك مطلق الحريه ما حدش بيقول، بس انت بنادي الزمالك ليه اخترت محمد عواد؟ طب ما كنتش خدته يعني محمد عواد مع احترامي الشديد يمكن في الفتره الاخيره يمكن ما بيلعبش مع نادي الزمالك، بيلعب محمد صبحي، مع ان محمد عواد حارس جامد وحارس جدير انه يكون